مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وليكم العناوين. التمديد في فترة التسجيل الانتخابات إلى 15 من جوان القادم، وهيئة الانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية حول تنظيم الانتخابات في الخارج. انطلاق مشروع تزويد مناطق الشمال الغربي بالغاز الطبيعي لدعم التنمية والاستثمار والحد من تأثيرات الظروف المناخية. حملات لمداوات الأودية والسباخ تنطلق بعد عيد الفطر مباشرة وتشمل مختلف ولايات الجمهورية. أهلاً بكم من جديد. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قرارها التمديد في فترة التسجيل للانتخابات التشريعية إلى يوم 15 من جوان المقبل والرئاسية إلى 4 من جويلية 2019. قرر مجلس الهيئة العليا للانتخابات التمديد في آجال التسجيل للانتخابات التشريعية إلى غاية يوم 15 من جوان المقبل. وقد أكد رئيس الهيئة في ندوة صحفية أن التمديد بثلاثة أسابيع في موعد التسجيل لن يؤثر على تاريخ الانتخابات ولا على بقية الرزنامة الانتخابية. التمديد هذا باش يخلي الهيئة وأنها تكثف الجهود نتاعها في فترة التدقيق في السجل وتباعته وعرضه للعموم. قلنا مثالش تخدم شوية الإدارة نتاع الهيئة ونعطيه الفرصة هذه، مش فيكم مؤثر في الرزنامة. قرارنا كان سيادي. المرجعية الوحيدة اللي كانت عندنا هي وين نجموا نمشيوا حسب الخطة العملياتية نتاعنا، وأيضا شنو هي الميزانية اللي نجموا نمشيوا بها. بالنسبة للانتخابات الرئاسية والأولاد نتاعنا اللي باش يخلطوا 18 سنة في الانتخابات الرئاسية باش نمدوا لهم حتى الأربع جويليا ينجموا يسجلوا. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت النجاح في تسجيل نحو 30% من المستهدفين. الوقت الحالي عندنا 1,156,000 تونسي وتونسية مسجلين جدد في سجل الناخبين. إشارة لمد من التعريج عليها، هذا الرقم هو أضخم رقم تعمل الهيئة بعد هيئة 2011. تلاحظوا هوني وأنه 70% من المسجلين هما أقل من 35 في السنة. هذا داخل الجمهورية إلى حد الآن مسجلين كما شفتوا 53% من الإناث و 47 من الرجال. كما عندنا 171,000 عملية تحيين، معناتها نسبة كبيرة من الشباب، نسبة 70% هما أقل من 35 سنة. وتأمل الهيئة في الوصول إلى تسجيل نحو 1.5 مليون ناخب جديد مع انتهاء الآجال الجديدة. كما أكدت الهيئة العمل على تحسين فرص التسجيل بالنسبة للتونسيين بالخارج. في الشأن الانتخابي دائما أمضى وزير الشؤون الخارجية خميس الجناوي ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 بالخارج. تشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشؤون الخارجية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاتفاق على وضع الإمكانيات البشرية والإدارية والمادية من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لفائدة الهيئات الفرعية للهيئة، إلى جانب الترخيص بتركيز 6 هيئات فرعية بمقرات هذه البعثات بكل من باريس ومارسيليا وروما وبرلين ومونريال وأبوظبي. دورنا هو دور مادي، تيسير الظروف المادية، دور منطلق يعني تبعنا التمثيلي الدبلوماسي، وبالتالي التواصل مع الجهات الأجنبية حتى تكون عمل الهيئات الفرعية كما قلت يكون في إطار القانون، ولكن أيضا تدعيم التواصل بين الهيئات الفرعية والهيئة الرئيسية هنا في تونس. لينا تعاون كبير ومشكورين سيد الوزير، كل السفراء والقناصل والدبلوماسيين في الخارج مدوا يديهم بشكل طوعي وبحياد كامل وباستقلالية كاملة، ونشكركم عليه. سنواصل المهمة مع بعضنا. كما ستعمل وزارة الشؤون الخارجية على استصدار الأذون اللازمة والموافقة المبدئية من الدول المستضيفة للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على أراضيها، مع توفير الدعم اللوجستي والفني في كامل مراحل إعداد ونقل المعدات اللازمة للعملية الانتخابية من تونس إلى الخارج. هذا وتتعهد هيئة الانتخابات وفق المذكرة بضبط قائمات الناخبين الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج ومتابعة الاعتراضات والطعون المتعلقة بالترسيب، إلى جانب التنظيم المادي واللوجستي ليوم الاقتراع وتجميع النتائج الأولية للانتخابات.
في ولاية ياسليان أعطى وزير الصناعة إشارة انطلاق مشروع تزويد عدد من مناطق الجهة بالغاز الطبيعي، ومن المنتظر أن تنتهي أشغال التزويد مع موفى أكتوبر 2020. بمعتمدية لوكريب من ولاية سليانا، أعطى وزير الصناعة والطاقة سليم الفرياني إشارة انطلاق مشروع تزويد عدد من مناطق الجهة بالغاز الطبيعي، والذي من المؤمل أن يكتمل في أكتوبر 2020. الثمرة متاع الخدمة متاع حوالي عامين توا متاع متابعة متاع إرادة متاع عزيمة متاع عمل، دونك اليوم إشارة الانطلاق، وإن شاء الله من هوني العام الجاي قبل الشتاء. طبعا موسم الشتاء مهم جدا، تعرفوا الظروف القاسية في الطقس هوني في الشمال الغربي، شفتوها السنة على مستوى الثلوج والبرد، فبالتالي الغاز الطبيعي مهم جدا. طبعا زاد هنا على مستوى الاقتصاد متاع ولاية سليانة، صناعيين حاجتهم بالغاز الطبيعي، دونك هذا الكل داخل في التمشي أنه احنا لازمنا ندفعوا طبعا التنمية والنمو بالخص في الجهات. وزير الصناعة أكد بالمناسبة أن هذا المشروع يتضمن مد أنابيب للغاز على طول 330 كيلومتر لتزويد معتمديات لوكريب وقعفور وبعرادة بالغاز الطبيعي بطول جملي 190 كيلومتر. هذه أنبوب رئيسي. بالنسبة لأنابيب فرعية اللي باش تزود 19 منطقة بلدية ومعتمدية، أربع ولايات بتاع الشمال الغربي، بطول جملي 330 كيلومتر. المرحلة الأولى سيتم تشغيل الغاز في أكتوبر 2020 إن شاء الله. بالنسبة للمرحلة الثانية باش يكون في ديسمبر 2021، اللي هو يهم مناطق جندوبة والكيف وطبرقة عند راهم نفزة والمنطقة شمال جندوبة. مشروع مد الغاز الطبيعي بولاية سليانة يأمل منه الأهالي أن يسهم في الارتقاء بالوضع التنموي والاقتصادي بالجهة. تلقى اليوم رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي من المبعوث الخاص لرئيس الغاني رسالة مكتوبة من الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، مفادها ترشح غانا لاحتضان مقر الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأكد رئيس الدولة خلال هذه المقابلة التزام تونس بدعم انتمائها الإفريقي وسعيها المتواصل إلى مزيد توثيق علاقاتها مع كافة دول القارة، مبرزا أهمية الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة قارية أفريقية كخطوة على درب تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي. من جانبه نوه المبعوث الخاص الغاني بمكانة تونس وبالتزام رئيس الجمهورية بتعزيز البعد الإفريقي لتونس ودعمه للجهود المبذولة الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي لدول القارة. كلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلا من الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئة الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن بتجسيم مبادرته المتعلقة بإرساء ميثاق قواعد السلوك السياسي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهم صباح اليوم بدار ضيافة بقرطاج وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. نحن بحاجة في اعتقادي لهذا الميثاق، ونحن في انتظار استحقاق انتخابي مهم، خاصة مع ما برز في الآونة الأخيرة من مظاهر سلبية يجب تداركها، وتداركها يمر بالطبع عبر الجلوس على طاولة الحوار. سنتولى الاتصال بكافة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات العمومية المستقلة والهيئات الدستورية وكل من يمكن أن يقدم إضافة في هذا المجال. إطلاق مسار لإعداد ميثاق لقواعد السلوك السياسي يعمل على نشر قيم التسامح، قيم قبول الآخر، مواجهة العنف، وكذلك تطبيق القانون ومبدأ حياد المؤسسات. وقعت رئيسة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس ومدير عام المتجر الإلكتروني على الأنترنت جمية تونس اتفاقية بمقر قرية الأطفال بجمرت تقضي بجمع تبرعات عن طريق منصة جمية لفائدة الجمعية النشطة في رعاية الأطفال فاقدي السند العائلي. بين أسوار قرية أطفال ياسواس جمرت حياة تهدى ومستقبل يسطر. هنا أكثر من 50 طفلا من فاقدي السند الباحثين عن الدفء العائلي يعيشون أسرة واحدة بين جناحي الجمعية التونسية لقرى الأطفال. هذه الجمعية باتت اليوم وبفروعها الأربعة في حاجة أكيدة للبحث عن الدعم المالي بعد قرار الفيدرالية العالمية لقرى أسواس رفع دعمها موفى هذه السنة لتفتح الأبواب أمام أصحاب المبادرات الخيرة. قرى هذوما عندهم معناتها لازمهم ويستحقوا
يستحقوا انهم يلقاو معناتها طرق تمويل جديده الايكوميرس باش يكون في خدمه معناتها العمل الخيري في تونس وباش نحطوا دي بون معناتها دي دوناسيون معناتها تبرعات من العباد ينجموا يشريوهم ديريكتومون على jumia.com.tn. التبرعات هذوما ابارتي من 5000 وحتى ل 100000. انا اعتبرها استراتيجيا من احسن المبادرات حاليا في السويس لان مش تعطينا اول حاجه تبرعات ماليه وتبرعات عينيه، وثاني حاجه ان مش توصلنا نتعاملوا مع الناس كلها عن طريق الديجيتال. احنا مش نستغلوا الخبره نتاعها التقنيه الدوليه في المجال هذايا، مش تخليها على ذمتنا. هذه المبادرة التي تقدمت بها شركة جوميا للتسوق الإلكتروني تأمل الجمعية أن تكون دافعا للتشجيع على مزيد الانخراط في هذا العمل الخيري حتى تبقى أبوابها مفتوحة أمام من يحتاج التمتع بخدمتها. إن شاء الله توا بالمجهود متاع الصغار متاع طول الموند معناتها المجتمع المدني والوزارات والشركات والجمعيات وكل إن شاء الله القرى الكل يتحلوا والديار الكل يتعبيه. عندنا حتى قرية باش تتسكر، القرى الكل إن شاء الله يقعدوا وهما عندنا ديار مسكرين مش قرى مسكرين. على الهيئة القديمة كرات الوضعية صعيبة، خلت نقصوا ما عادش نقبلوا صغار أخرين. عندنا صغار يخرجوا ديجا كبروا يخرجوا بطبيعة باش تفرق الديار. أكثر من 1500 طفل تحاول جمعية أطفال أسواس توفير الإحاطة اللازمة لهم رغم محدودية الموارد المادية وضعف مساهمة الدولة. أحالت الجلسة العامة مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة على لجنة التوافقات، وذلك نظرا لوجود عدد كبير من مقترحات التعديل من قبل النواب. واعتبر الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئة الدستورية محمد فاضل محفوظ أن هذه الهيئة مهمة جدا وسيكون لها دور أساسي رغم وجود بعض النقائص وعلى رأسها عدم إعطاء سلطة ترتيبية لهذه الهيئة، واكتفى بمنحها سلطة استشارية وجوبية على خلاف بقية الهيئات الدستورية. من ناحية أخرى تم إرجاء الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلبه مناقشة مشروع أساسي. في إطار متابعة تنفيذ محاور الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات واستعدادا للموسم الصيفي، التأمت جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون المحلية والبيئة لاتخاذ جملة من الإجراءات لمكافحة انتشار البعوض والحشرات بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. مستنقعات من المياه الراكدة وأودية مهملة تغمرها الفضلات والأوساخ لتشكل أرضية خصبة لتكاثر البعوض ومختلف الحشرات، مشاهد تنتشر بعدد الأحياء والمناطق تشخص واقعا بيئيا متردد تتجدد معه معاناة المواطن باقتراب فصل الصيف. جود ناموس ونورمالمون كارو دي وكاري تنظفت شوبة برشا أوساخ وبرشا مياه راكدة وكل شيء. حكاية معناتها تقلق الحكاية نتاع ناموس، معناتها لاحظت في تونس الكبرى كل فما برشا تلوث معناتها. جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر وزارة الشؤون المحلية والبيئة ضمت مختلف الأطراف المتدخلة، تمخضت عنها جملة من الإجراءات تنفيذا للخطة الوطنية لمقاومة الحشرات خصصت لها ميزانية تقدر بمليوني دينار. أولا تحديد معناتها فترة التدخل وستان سينيال دالار، إذا كان ما تدخلوش توا في الفترة هذه سيرتو بعد العيد في الشهرين هذوما وريسك دافار دي كاتاستروف. اثنين مسألة نوعية التدخلات وخاصة لي برودوي اللي استعملوا فيها. السنة اللي فاتت صارت عنا إبيديمي متاع حمى غرب النيل، عليك علاش احنا اثناء وزارة الصحة بطريقة استباقية عملت دي سيت دو سنتينيل دو سورفيونس. ولأن الموسم السياحي على الأبواب فإن جهر الأودية خاصة تلك المتاخمة للمناطق السياحية يعد أولوية قصوى. عندنا إشكالية في بعض الأودية، واد موسى اللي هو متاخم للنزول وعندنا واد باطن. وعدونا أنه فما حلول إن شاء الله سريعة. انطلق البرنامج تقريبا من شهر أفريل يتواصل إلى شهر جويلية. قال انتهاء من التدخل الأولي قبل انطلاق الموسم الصيفي. وبداية الأسبوع المقبل سيشرع في تأمين تدخلات جوية للمداوات الكيميائية في مجال مقاومة البعوض بالمناطق الريفية من خلال ترتيب الأولويات لتحديد التدخلات المستوجبة. وضع المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال السنة الفريطة موضوع كان محور دراسة علمية، هذه الدراسة التي ساهمت في إنجازها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية تم عرض نتائجها خلال ملتقى اقتصادي ليلة أمس.
شملت الدراسة التي بحثت في الواقع الاقتصادي والمالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 18 و2500 مؤسسة. المؤسسات الكبيرة في تونس أقل من 1000 مؤسسة، اللي عندهم أكثر من 200 معنى عامل، أكثر من 200 كادر ولا عامل، الباقي كلهم أقل من 200، واللي أقل من 10 500 ألف. نتائج هذه الدراسة التي تمت مقارنتها بنتائج سنة 17 و2000 بيّنت أن 28% من المؤسسات سجلت خسارة، وفي بعض الأحيان لسنتين متتاليتين. كنت عدي عامين وهي مش تربح في الفلوس، نجم تكون كارثة، نجم تكون بوادر متاع غلق الشركات هذوم. 30% من هذه المؤسسات توقف نشاطها وبشكل فجئي بسبب الإضرابات أو عوامل خارجية أخرى، وفق هذه الدراسة التي بيّنت أيضا تفشي ظاهرة الفساد وانخراط عدد من المؤسسات في التجارة الموازية. احنا يلزمنا نكونوا ذكيين باش الناس هذوم اللي خارجين الدورة نحاولوا ندخلوهم في الدورة الاقتصادية الصحيحة، هذا هو الذكاء. مش نقول ما هوش موجودين، مش ممكن مش تقول ما هوش موجودين، هم يخدموا في ملايين في تونس. 59% من المسيرين في الشركات الصغرى المتوسطة قالك ما نجمش نخدم مرتاح بدون دفع رشوة. نسبة التفاؤل في مستقبل المؤسسات والتي كانت سنة 17 و2068% تراجعت بعشر نقاط. يعني رقم الصعوبات اللي نحكيو عليها أكثر من 58% من الشركات يعني ينظروا بنظرة تفاؤلية للمستقبل نتاعهم وقاعدين يستثمروا، وهذا يعني حاجة مهمة ولازمنا نشتغلوا عليها. بعض النتائج الأخرى تشير إلى تراجع تشغيل الإطارات والتوجه أكثر إلى أسواق بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. أفاد وزير الداخلية هشام الفراتي وجود مخططات أمنية تتطور حسب الأوضاع، مؤكدا أنه تم رفع من درجة اليقظة الأمنية والاستعدادات العملياتية لكافة الوحدات الأمنية خلال شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع الاحتفالات السنوية بزيارة معبد الغريبة. تصريح جاء عقب مشاركته في وجبة إفطار جماعي مع عدد من المديرين العامين والإطارات والضباط وضباط الصف وأعوان الأمن بثكنة 20 مارس لإقليم الأمن الوطني بتونس. فيما تخلو الشوارع من الحركة ليتناول الصائمون إفطارهم، يرابط أعوان الأمن في مقرات عملهم، يراقبون كل حركة ويرصدون كل مستجد، فعملهم متواصل على مدار الساعة في رمضان أو وقت الإفطار، حتى أنه لا يختلف عن بقية أشهر وأيام السنة بالنسبة لهم. ديما فايقين وعينينا محلولة، صباح ليل قايلة ديما نخدموا على رواحنا، ما عندناش حتى مزي. واجبنا ذي نقوم به وفخر لنا وفخر المؤسسة الأمنية. مؤسسة أمنية اختار وزير الداخلية أن يشارك بعض عناصرها الإفطار في ثكنة إقليم الأمن الوطني بتونس، مؤكدا على المجهودات الكبرى التي تبذلها مختلف الوحدات الأمنية في شهر الصيام أو استعدادا لتأمين الامتحانات الوطنية وتأمين عودة التونسيين بالخارج والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. في شهر رمضان المنظومة الأمنية معناها اترفع من درجة الأهبة والأمور معناها الاستعدادات العملياتية متاحة، خاصة مع سنة اقتران شهر رمضان بزيارة الغريبة بجربة، وهذا بالطبع تحدي إضافي ترفع الوحدات الأمنية. وحدات أمنية منتشرة على الشريط الحدودي وبكامل جهات البلاد تواصل عملها ورسالتها في شهر الصيام كما بقية أشهر السنة، حفاظا على الأمن العام والتوقي من التهديدات الإرهابية وحسن الاستعداد للمحطات المقبلة. وفي أخبارنا الدولية، أعلنت جماعة الحوثي استهداف بطارية صواريخ باتريوت في مطار نجران السعودي، وذلك وفق محطة تلفزيون تابعة للحوثيين، وأضافت أنها نفذت الهجوم بطائرة دون طيار. انطلقت اليوم انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا وهولندا وسط تصاعد لأحزاب اليمين المتطرف في أنحاء أوروبا، ويصوت في الانتخابات التي تنتهي الأحد المقبل 400 مليون ناخب أوروبي لاختيار 751 نائبا في البرلمان الأوروبي، فيما تذهب استطلاعات الرأي إلى فوز المشككين في أوروبا. وتشارك بريطانيا في هذه الانتخابات بالرغم من شغور مقاعد نوابها في البرلمان الأوروبي منذ أسابيع بسبب تعثر مفاوضات البريكسيت.
في أخبار الرياضة، يختتم الترجي الرياضي مساء اليوم تحضيراته لملاقاة الوداد البيضاوي المغربي غدا في ذهاب نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية، إذ يجري فريق باب سويقة حصته التدريبية الأخيرة بملعب مولاي عبد الله بالرباط الذي سيحتضن مباراة الغد بداية من 11 ليلا. ممثل كرة القدم التونسية يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المغربي الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي، وذلك من أجل تعزيز حظوظه في الحفاظ على لقبه وتسهيل مهمته في لقاء العودة المقرر إقامته في 31 من الشهر الجاري بأولمبي رادس. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. التمديد في فترة تسجيل الانتخابات التشريعية إلى 15 من جوان القادم، وهيئة الانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية حول تنظيم الانتخابات في الخارج. انطلاق مشروع تزويد مناطق الشمال الغربي بالغاز الطبيعي لدعم التنمية والاستثمار والحد من تأثيرات الظروف المناخية. حملات لمدوات الأودية والسباخ تنطلق بعد عيد الفطر مباشرة وتشمل مختلف ولايات الجمهورية. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء وشاي طيبة.